طب خليني اسالك عن حديث عن كرواتيا شريف، الصحافة نهايه جيل، شايف انه الجيل اللي نجح في انه ياخد وصيف روسيا 2018 ويوصل مربع ذهبي، مش عارف هياخد ايه بقى، يعني هياخد رابع ولا ثالث، بس في جميع الاحوال مربع ذهبي انجاز برضو يعتبر لا باس بيه بالنسبه لدوله مش موجوده على الخريطه. يعني انت بتتكلم على مستوى الانديه، ما فيش انديه في كرواتيا، يعني ما فيش انديه على مستوى المنافسه في اوروبا، على مستوى النجوم. يعني لو قلنا لوكا مودريتش، رغم انه خلاص يعني برضو لوكا مودريتش بعيد عن التوب 20 بقى له كتير، باستثناء لوكا مودريتش ما فيش السوبر ستار اللي تقدر تراهن عليه زي منتخبات كتيره جدا تانيه. فهل بتشوف انه ده نهايه جيل لكرواتيا وان كرواتيا تعيد بناء نفسها مره تانيه؟ خلينا ناخد من كلامك على جزئيه، احنا دوله صغيره مش على الخريطه دايما. المدرب ودايما مودريتش امبارح او اول امبارح قبل المباراه، مودريتش بيقول الدوله الصغيره كرواتيا هتثبت للعالم ان احنا ما وصلناش بالصدفه. هو طبعا ما اثبتتش ده في ماتش الارجنتين وفتحوا الجيم وكانت نتيجه كبيره يعني طبعا. حتى الجون الثاني بتاع الفاريز يعني ماشيه الكره في حظ، عايزه هي بتنادي ميسي يا استاذ، يعني هي بتنادي عايزاه ميسي فعلا. بس طبعا لو ان شاء الله المغرب تتاهل النهارده ولعبه المباراه النهائيه مع المغرب، لو فازت على فرنسا بالتاكيد تقدر، يعني المنتخب اللي يعدي فرنسا اكيد يقدر يعدي. بس المونديال ده ملوش حسابات، ما انا فاهم الكوره عموما ملهاش حسابات. يعني انا واحد من الناس ما عمري ما كنت اتخيل ان اشوف كرواتيا والمغرب في نص نهائي. ايوه يعني ده برضو ستيل مفاجاه. انت مش متوقع ان كرواتيا مهما كان يعني اسمها مش كبير في الكوره. ايوه في 2018 لما وصلت كانت الموضوع فيه استحقاق اكتر عن المونديال. الجيل نفسه كان اقوى، يعني الجيل كان اقوى، وكان أقوى. عندك اوريدي مهاجم مانزوكيتش، مهاجم كبير وريبيتش، يعني كان عندك في مجموعه كبيره من اللي شاركت في 2018 لسه مستمره. أي. يعني زي مودريتش، زي بس السن لوفرين السن دي طبعا السن، وكانوا بيقولوا عليه في بدايه البطوله ده منتخب العواجيز ومنتخب هيطلع من بدري، وبعد التعادل كمان مع المغرب خلى في الاول تضعف على المنتخب الكرواتي. انا كنت اتوقع لو المنتخب البرازيلي تاهل على حساب كرواتيا ما كناش شفنا الارجنتين في النهائي. يعني المباراه انت عارف دايما دي المباراه الحرب اللي كنا مستنيينها، اللي ما بين الارجنتين، العالم كله كان مستني علينا الحرب اللي ما بين الارجنتين والبرازيل كقوه. منتخب الارجنتيني النهارده نزل الجيم ماتش سهل، ميسي بيعمل اللي هو عايزه. ميسي انا كنت حاسس ان انا بتفرج على ميسي وهو عنده 20 سنه. أي دي حقيقه. الجون اللي لما لمس جفارديول، ميسي رايح وبيتحرك ويجري ويروح عارف اللي هو، طب يا جماعه يعني احنا ده نص نهائي كاس عالم، يعني النهارده مش عارف تسيطر على ميسي مش عارف تسيطر على ميسي في مباراه نص النهائي. ميسي لعيب طبعا صعب السيطره عليه، ويكاد يكون هو اكتر لعيب حريف في العالم. لكن ستيل برضو هرجع اقول لك، انت النهارده كمنتخب كرواتيا كان في منتخبات كتير قوي احق منك ان هي تلعب في نص النهائي.